رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية والآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. هذا حديث ذكر فيه أنه لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال: فاشتد ذلك على المسلمين وشق عليهم. أعاد لفظ الحديث، قال هنا قائل للربط عندما يطول الكلام، لأن تقليل الكلام لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، اشتد ذلك وشق على المسلمين. هو لما طالت القصة وطال الكلام يحسن إعادة الرابط، إعادة العامل، فأعاد كلمة قال، لفظ قال أعاده، قال: فاشتد ذلك. وهذا وارد يعني كثير في نصوص السنة وفي القرآن الكريم لإحكام الجملة وتوضيحها وربطها، كما في قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. أعاد: فلما جاءهم، ذكرت في الأول ثم أعيدت عندما طال الكلام لربط الجملة. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعاد لفظ أنكم مرة أخرى لربط الجملة عندما قال الكلام، فهذا من هذا القبيل. قال: اشتد ذلك على المسلمين وشق عليهم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كلفنا بالصلاة والصيام وفعلنا، وهذا مما نطيقه، ولكن الآن كلفنا بما لا نطيق، وهو ما يرد على النفوس مما لا تقدر على دفعه. فإن الله عز وجل توعدهم حسب ما هم فهموا من الآية أنه يعذبهم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتريدون، استفهام هنا استفهام إنكاري، وتعجبا حالهم وإنكار عليهم بأنهم يسألون هذا السؤال، أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، لما جاءهم من عند الله الوحي قالوا: سمعنا وعصينا، هل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ فالصحابة رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: سمعنا وأطعنا. الحديث يقول: فلما ذلت، لما اقترأوها وذلت بها ألسنتهم،
يعني سهلت بها ألسنتهم وتعودوها وألفوها وأقبلوا عليها، سمعنا وأطعنا. إن ذل يذل ذلا، مصدر ذلا بمعنى يعني سهل الأمر وكان في مقدورهم، من قول الله تعالى في وصف بقرة بني إسرائيل: لا ذلول، ليست سهلة. لما صاروا يسألون عن أوصاف البقرة التي يذبحونها التي أمروا بها، فكل ما يسألوا ويأتيهم وصف أشد من الأول، فوصف الأخير قال لهم: لا ذلول، ليست سهلة، تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فهذا يعني ذل يذل، المصدر ذل، وهذا اللي بمعنى السهولة، بخلاف المصدر الذل وضد العزة. فالفعل مادته واحدة ولكن مصدره يختلف، وباختلاف يختلف معناه. فلما ذلت بها ألسنتهم وسهلت عليهم وألفوها وصاروا يقولون سمعنا وأطعنا، الله تبارك وتعالى واقترأوها، بمعنى قرأوها وما يقرؤون عادة القرآن، نزل قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ذكر الله عز وجل أثنى عليهم لما امتثلوا، فإنهم قالوا سمعنا وأطعنا ولم يقولوا سمعنا وعصينا، كما قال أهل الكتابين: غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأهل العلم هنا تكلموا في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذكر الصحابي أنها نسخت الآية التي قبلها فنسختها، ثم تكلموا في هذا الأمر. فمن أهل العلم من يرى أنه نسخ حقيقة، وأن الآية الأولى كلفت الناس بما لا يطيقون، وهذه الآية رفعت عنهم هذا التكليف، والنسخ يثبت إما بالنص عليه وإما بمعرفة التاريخ عندما تعارض النصان، والأمرين موجودان في هذه الحالة، لأن الصحابي نص على أنه قال فنسختها، والتاريخ أيضا موجود، فالعلامتين النسخ متوفرتان في هذه الآية. ومن هنا من أهل العلم قال بالنسخ، ولكن من المحققين من أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس في الآية نسخ، ويمكن لأن النسخ لا يعني يرجع إلى النسخ ولا يقال بالنسخ عندما يكون هناك نصان ظاهرهما التعارض. أول ما يلجأ إليه هو البناء والجمع، بناء النصين كل منهما يحمل على وجه بحيث ينفك التعارض ويسمى الجمع بين النصين، وهذا هو أول ما يلجأ إليه. لا يريد أن يلجأ إلى النسخ أولا، فكل نصين ظاهرهما التعارض ينبغي أن يجمع بينها بحيث ينفك ويزال هذا التعارض الظاهر في الأذهان، ويحمل كل نص منهما على وجه من الوجوه فتنفك المعارضة. وإذا لم يمكن الجمع وكان التعارض ظاهره مستحكما، ما في طريق لحمل كل نص على جهة بحيث لا يتعارضان، يلجأ بعد ذلك إلى الترجيح، أن النصان ظاهرهما التعارض من كل وجه، فلا نقول بنسخ بل نلجأ إلى الترجيح. إذا وجدنا نصا أرجح من آخر فإننا نعمل بالراجح، لأن العمل بالراجح واجب ونترك المرجوح. فإذا لم يتبين لم يمكن الجمع ولم يتبين الراجح من المرجوح، هنا نبحث بذلك على مسألة النسخ، والنسخ يتطلب هذين الشرطين: معرفة التاريخ أو النص على النسخ. قالوا وهنا في هاتين الآيتين يعني يمكن الجمع ولا يعني يكون التعارض من كل وجه، بحيث نحمل الآية الأولى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، على تكليف بما يطاق بما تظهر النفس بما
يملك الإنسان دفعه، لأن الآية سوت بين الأمرين، تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فهي في عمومها نحملها على الوجه اللي يملك الإنسان ضعفه، ونحمل الآية الأخرى على ما لا يملك الإنسان دفعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيما لا يملك الإنسان دفعه، ويحاسبكم الله به، يحاسبكم على ما تملكون دفعه. فيبقى كل آية حملناها على وجه وانفك التعارض بهذه الصورة، ولا يبقى هناك نسخ. وكون الصحابي نص على أنه نسختها، فهذا محمول على أولا عند الأصوليين هناك خلاف في مسألة ما إذا قال الصحابي هذا النص نسخ نصا آخر، هل يكون حجة ويعمل بها أو لا يكون حجة. كثير من المحققين يقولون لا يلزم ولا يكون حجة، لأنه قد يكون مبنيا على اجتهاد منه، اجتهاد الصحابي قد يكون خاطئا، وليس بالضرورة أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا جدال يكون ناسخا. فهنا أولا قول الصحابي بالنسخ هل هو حجة أو غير حجة، هذا محل خلاف. ثم بعد ذلك يمكن حمله على ما تعارف عليه المتقدمون كانوا يطلقون على التخصيص نسخ، يطلقون على التخصيص، كل ما يكون هناك نص عام ثم يخصص نص آخر فيسمونه التخصيص، يسمونه نسخا، يعني نسخ بعض الحكم. النص الأول شمل أنواعا من الحكم، النص الثاني رفع الحكم على العام في بعض مفرداته، هذا من واجب من الوجوه يمكن أن يسمى نسخا لبعض مدلولاته، وليس نسخا كليا وليس كاملا. وهذا شائع في كتب المتقدمين، كلمة النسخ يطلق على التخصيص، لأن النسخ في التحقيق يعني من حيث التحقيق النسخ إثباته يعني يحتاج إلى ليس سهل التوسع فيه، لا يكون دقيقا، كل ما يبقى هناك نصان ظاهرهما التعارض يقال هذا النسخ الآخر، هذا كان في الغالب لا يكون دقيقا، لأن النسخ يتطلب شرطين لابد منهما، إما معرفة التاريخ وهذا في نصوص السنة يعني في الجملة في الغالب متعذر، وكذلك النص على أن هذا نسخ الآخر، وهذا أيضا قليل يعني في النص السريع عليه وليس يعني متوسع فيه ولا هو شائع. فلما نزلت هذه الآية الصحابة امتثلوا وذكروا وقرأوها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذكروا ما فيها، لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله عز وجل يعني قال فعلت واستجاب لهم، ولا تحمل عليه إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال فعلت، وكذلك الله عز وجل استجاب لهم في كل هذا الدعاء، وكان هذا الدعاء يعني لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل عليه إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان بني سعيد أصاب أحد منهم الذنب بالليل وجدوه مكتوبا على بابه بالنهار، يعني نوع من العقاب العاجل على المعاصي، فالله عز وجل حفظ الأمة من هذا الأمر، ويعني هذا الدعاء ببركة هذا الدعاء ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. الله أكبر. فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا الدعاء دعاء يعني ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وانصرنا على القوم الكافرين أظهرنا عليهم ظهور بالحجة والبرهان وظهور الدين والغلبة للمؤمنين. وهذه الآيات من أواخر سورة البقرة، ورد فيها حديث صحيح في البخاري وفي مسلم آيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلته كفتاه آمن الرسول، إلى آخر الآيات. وقالوا كفتاه محمول على أحد أمور، منها أن كفتاه قيام الليل إذا قرأ بهما
من أهل العلم من مثل سفيان، ويقول لو يصلى بهما كفتاه قيام الليل، ولو قرأ بهما أيضا حتى من غير صلاة كفتاه. وفي من أهل العلم يقول كفتاه يعني عمل الشياطين إلى آخره. فهذا فيما يتعلق بالتكليف بشيء الذي لا يقضي الإنسان على دفعه ورفعه في بهذا النص الوارد في آخر الآيات، ثم سيذكر بعد ذلك حديث أخرى نص السنة على أن الناس لا يؤاخذون بما يعني يرد عليهم ولا لا يعملون به ولا يتكلمون به. شيخنا، نسبة الفعل تبدو وتخفو للمكلف يكون قرينة في تأييد القول بأن هذا يعني تكليف بما يطاق، من حيث أنه هو يستطيع المكلف أن يبديه أو يخفيه. أعيد كيف يعني؟ يعني في قول تعالى وتبدو في أنفسكم أن تخفوه، نسبة الفعل تبدو وتخفو للمكلف. هذا فيه قرينة تكليف مما يطاق، ليس هو تكليف بما لا يقدر على دفعه، يعني تبدوه أو تخفوه مما يمكنكم دفعه، مما هو من كسبكم ومما هو من عملكم، إذا أنتم أظهرتموه تحاسبوا عليه، وإذا أنتم عملتموه وأخفيتموه عن الآخرين وعن الناس فإنكم محاسبون به ما دام بإمكانكم دفعه وهو من كسبكم ومن عملكم. هذا وجه للحمل على حمل العموم على هذا الوجه، خاصة بحيث يجمع بين النصين والنص الآخر يحمل على ما لا يمكن دفعه وما لا طاقة الإنسان به، فهذا هو مرفوع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وهناك من يحمل أيضا تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني تبدو ما في أنفسكم يقصد خطاب للمؤمنين وما هم عليه من اليقين، وما تخفوه خطاب للكافرين والكفار والمنافقين وما يخفونه من الكفر ومن المكر ومن الكيد، ويغفر لمن يشاء يرجع للمؤمنين و يعذب من يشاء يرجع لغير المؤمنين. هناك من يحمل أيضا لا هذا المحمل أيضا ولا يجعل فيها نسخا، وإنما هي كل معنى منها محمول على طائف وفريق من الناس، وهذا أيضا باب من أبواب الجماعة. لكن الوجه الأول أقرب، لعله أقرب، وكونه سمي تخصيصا هذا سمي نسخا، هذا يعني شائع أن يسمى التخصيص نسخا. شيخ يقول سائل هنا كيف يمكن فهم قوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مع قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لأن ظاهر الآية المؤاخذة. لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لعل هذا عندما شعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخذوا ما لا يملكونه، ما لا قدرتهم على دفعه في بداية الأمر، يعني هذه النصوص كلها اللي فيها احتمال التكليف بما لا يطاق وفيها الشدة والمشقة التي وقعت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه كلها في بداية الأمر قبل أن يرفع الإصر. لكن عندما رفع الإصر واستجاب الله عز وجل لدعاء علمهم الدعاء واستجابه، هو الذي علمهم الدعاء تفضل منه وكرما واستجاب لهم، بعد ذلك وردت السنة بتأكيد هذه المعاني، لأن يعني في بادئ الأمر كانوا يخشون أنهم مؤاخذون بكل شيء، لأنه يعني حتى بحديث النفس، حتى ما لا قدرة لهم به، حتى ما لا يملكون دفعة، هذا اللي فهموه من هذه الآية. ولذلك جاءوا واشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنبهم وقرعهم وقال لابد أن تسمعوا وتطيعوا حتى وإن كان الأمر في مشقة عليكم، فإن الله غفور رحيم واسع يعني يرفع عنكم هذا الإصر وهذا الحرج، لكن قولوا سمعنا وأطعنا، لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. فلما هم امتثلوا وذلت ألسنتهم بهذا الكلام واقترؤوها، بعد ذلك نزل التخفيف،
ثم بعد ذلك تابع التخفيف وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع عنهم الخطأ والنسيان واستكروا عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل قلوبهم منها الحرج والخوف والمشقة واحتبال أن ليس ما دخل قلوبهم منها شيء ما دخل قلوبهم الشك والتزعزع الإيمان وإنما دخل منهم الخوف دخل في قلوب الخوف والحرج وأنهم قد يكلفون بأمر لا يطيقونه ولم يدخل قلوبهم شيء مثله قبل ذلك يعني شيء عظيم استعظموه حيث يعني فهموا أنهم قد يكلفون بما لا يطاق. قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفس أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. تجاوز هو عدم المؤاخذة. تجاوز عن شيء هو عدم المؤاخذة. الله عز وجل لا يؤاخذ الناس لا رحمة منه وفضلا. تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها. أنفسها يمكن أن تكون مفعولا يعني حدثت الأمة به أنفسها. ممكن أن تكون أنفسها فاعل حدثت به أنفسها. يكون الفاعل هو النفس هي التي حدثت بذلك كما في قوله تعالى في وسوسة توسوس به نفسه اللي توسوس الوسوسة إليها. وكذلك حديث قد ينسب إلى حديث النفس بمعنى أنه يأتيها ويرد عليها ولا قدرة لها على دفعه هي التي تحدث نفسها من غير أن يكون للإنسان قدرة على أو مدخل في هذا الأمر ولا دخل في هذا الأمر وإنما النفس هي ترغم ويدخلها الحديث دون إرادة الشخص نفسه فهي التي تحدث النفس تحدث ذاتها. تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها وأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم في رواية ما لم يعملوا أو يتكلموا. فهنا الكلام يعني على حديث النفس وذكر الفقهاء في هذا الباب فيما يتعلق بحديث النفس ذكروا مراتب ويتعرضون لهذا في مسألة القاعدة الفقهية اللي من القواعد المتفق عليها الأمور بمقاصدها التي تتكلم على النية وعلى أعمال القلوب. فذكروا أن ما يرد على النفس له خمسة مراتب
بعضها مرفوع عن التكليف بالاتفاق وبالإجماع، وبعضها يؤاخذ الإنسان به. فقال أول ما يرد على الإنسان يسمى الهاجس، وهو أول هجوم فكرة على القلب، أول ما تهجم عليه يسمى هاجس. ثم بعد ذلك مرتبة اللي بعدها تسمى خاطر، وهي مرورها تعبر عابرة. ثم بعد ذلك حديث نفس أو تردد، وهو مرورها ورجوعها على القلب وعلى الخاطر، يعني يبقى ينظر فيها ويتردد فيها. ثم بعد ذلك هم، يعني يهمه يترجع عنده الفعل ويهمه أن يفعل، تتردد ترد الخاطرة على تهجم على النفس، ثم بعد ذلك تمر عليه يسمح لها بالمرور، لأنه إنسان بإمكان من أول ما تهجم يصرفها عن نفسه وينشغل بأمر آخر، وهذا هو الأولى إذا كانت هي من الخواطر التي لا فائدة فيها وليست مفيدة له في دينه ولا في دنياه ولا في صلاح أمره، ينبغي أن يصرفها عن نفسه ولا يتلذذ بها ويتابعها، لأن كثيرا ما تكون هذه الخواطر هي بواعث شيطانية ويستلذها الإنسان ويستمتع بها ويبقى يمد لها، وهي بعد ذلك تستقر شيئا فشيئا وتثبت، وحتى يبقى يترجح عنده الفعل في المراحل المتقدمة. وذلك إذا كانت هي هذه من الأشياء التي وردت هي من الأشياء التي ليست فيها مصلحة، ليس فيها صلاح حاله، ينبغي من أول وهلة أن يرفضها وينشغل عنها بأمر آخر فيه خير له. فالهاجس هذا أول ورود، ثم بعد ذلك مروره على القلب هذا والخاطر، ثم بعد ذلك تردده في النفس هذا هو حديث النفس وهو يسمى التردد، ثم بعد ذلك مرحلة الهم يترجع عنده فعل هذا ما ورد على القلب، يترجح له أن يفعله. فأنا فيه يعني الأمر ليس لم يكن مستوى الطرفين، بل رجح أحد الجانبين على الآخر، فهذا هو الهم. ثم بعد ذلك المرحلة الخامسة اللي هي العزم والتصميم والنية والإرادة. أما المراحل الثلاثة الأولى والمراتب الثلاثة الأولى فهذه لا تكليف فيها وليس فيها ثواب ولا عقاب، يعني لأن الله عز وجل كما ذكر في هذا الحديث تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها، حديث النفس هو في المرتبة الثالثة اللي هو يعني تردد المسألة وفي القلب. فما دام هذا تجاوز الله عز وجل عنه فما دونه من باب أولى، وذلك الهاجس والخاطر أيضا ليس فيه مسؤولية وتجاوز الله عنه، وأيضا حتى الحسنات ليس فيه سيئات ولا حسنات. ثم بعد ذلك ما بعد هذا وهو الهم، هذا هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإذا فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 إلى ما شاء الله، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لا تكتب له، وإذا فعلها كتبت له 1. هذا المرحلة الرابعة هي مرحلة الهم. ثم بعد ذلك أما مرحلة العزم فهذه الإنسان مكلف بها، لأن هذه فعل من أفعال القلوب، العزم هو فعل، لأن فعل القلب قد يكون القلب بالجوارح وقد يكون القلب الفعل بالقلب. فإذا عزم الإنسان على ارتكاب جريمة أو معصية أو شرب خمر أو على طاعة وكذا فهو مؤاخذ بذلك. لو عزم الإنسان على أن يزني بامرأة أو يشرب خمر ولكن أخلف الموعد ولم يجد ما يعينه على المعصية فهو آثم بعزمه ونيته وإصراره على ارتكاب المعصية، لأن هذا فعل من أفعال القلوب مؤاخذ به، وإن كان هو أخف من ارتكاب الفاحشة والمعصية في ذاتها لكن مؤاخذ بالعزم. وكذلك عندما يعزم على الطاعة وعلى البر وعلى الخير وكذا ثم بعد ذلك لا يجد مثل ما ينفق وكذا فهو يتاب على عزمه. ويستفاد من تجاوز الله عز وجل عن حديث النفس وقول النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو ما لم يعمل أو يتكلم، ويستفاد منه أن حديث النفس لا يسمى كلاما لأنه نفى يعني ما حدث بأنفسها
ما لم يعملوا، فكان حديث نفس ليس بكلام، إذا تحول إلى كلام معناه لم يصل حديث نفس، صار مرحلة أخرى وهي فيها يترتب عليها تترتب عليها المؤاخذة. وما دام لا يسمى كلاما منه استنبط العلماء أن أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، هذا كثير من العلم هو الصحيح والراجح، سأل يحدث نفسه أنه طلق زوجته ولا طلق زوجته بذلك لأنه لا يسمى كلاما. وكذلك قالوا يستفاد منه أيضا أنه لا تبطل به الصلاة، لما إنسان يحدث نفسه في الصلاة بأي شيء لا تبطل الصلاة بذلك، مع أن الصلاة تبطل بالكلام، لو كان كلاما لبطلت به الصلاة. أنه يستطيع أن يمر بخاطره على القرآن وعلى كذا في المواضع أو في الأوقات التي لا يجوز له أن يقرأ فيها القرآن، حديث نفسه لا يسمى كلاما، الحائض دفع ذلك لا حرج عليها، إذا وجد هذا من إنسان في موضع لا يجوز فيه قراءة القرآن لا حرج عليه، فحديث النفس لا يسمى كلاما بنص هذا الحديث. ومسألة الثواب والعقاب واضح في التفصيل هذا بأن الحسنة يثاب عليها ولو لم يفعلها، والسيئة لا يثاب عليها إلا إذا فعلها. شيخ، الفعل تجاوز لأمتي تعديه باللام يستلزم هنا تضمينها معنى آخر والله يبقى على ظاهره. تجاوز لأمتي لعله بمعنى غفر، يعني يمكن تضمينه بمعنى غفر لأمتي وكذا، واسع الأمر يعني. هي في قضية خلافية بين النحويين كبيرة، دائما لما تمر بنا آية أو حديث يعني نلجأ للتضمين ولا نبقوه على ظاهره يعني ما يمكن يعني. لا، والتضمين ما دام بنفس المعنى هو يعني لا حرج فيه، لأن تجاوزه بمعنى غفر يعني لا حرج فيه، لأن الأصل عندما يكون هو في اللغة الفعل يتعدى بأداة بالباء أو بالفاء أو بكذا لا حرج أن يحافظ على المدلول اللغوي، لأن هذا سمع من العرب هكذا، و النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة العرب وبفصاحتها، فالعرب في أيضا في لغة تضمن أحيانا فعلا معنى فعل آخر وتتجاوز التعدي، في هل يتعدى أحيانا لا يتعدى بنفسه يعدوه بالجار، وأحيانا تعدى بالجار يعدونه بنفسه وهكذا. الشيخ، بعض الجماعة يسأل عن هم سيدنا يوسف، هل هو من نعم الهم الذي ذكر في قصة سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، هل هو من نفس معنى الهم هنا في المرتبة الثانية يعني المرتبة الأولى أو الثانية؟ الهم يؤخذ على ظاهره بمعنى مالت نفسه، لأنه عصم الله عز وجل، هو بشر وعصمه الله ومالت نفسه ومالت نفسها، ولكن الله تبارك وتعالى عصمه، الأمر يعني لا حرج ذلك، ومن هم بالمعصية لما يفعلها لا تكتب عنه. حاسب على الهم يا نعم؟ حاسب الإنسان على الهم؟ لا لا، الهم إذا كان لم يتحول إلى فعل لا حرج فيه، إذا لم يتحول بالنسبة للمعاصي، الهم إذا هم بالحسنة تكتب له الحسنة، لكن إذا هم بالسيئة لا تكتب له السيئة إذا تركها خوفا من الله تبارك وتعالى، فالهم لا يحاسب عليه بنص الحديث، ما في عقاب عليه. قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وحدثني زهير. قد فتح التعين باب التخفيف، تتكلم حدوى تقول تتكلم أو تكلم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حاء، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن ولقب بأبي الزناد وكان هذا اللقب يكرهه فهو ليس كنية لأنه كان أبي عبد الرحمن فلقب بأبي الزناد وكان يكره هذا اللقب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. إن كتب سيئة واحدة يعني ذكرت بأنها واحدة بحيث لا يرد فيما ورد من الاحتمال في الحسنة قال تكتب له حسنة كاملة في إذا هم ولم يعمل تكتب حسنة كاملة بمعنى ليست ناقصة وفي السيئة لا تكتب له السيئة ولكن إذا فعلها تكتب له سيئة واحدة حتى لا يرد أن ربما هي أيضا مثل الحسنة تتضاعف وتكتب عشرة فنص على أنها تكون واحدة دون احتمال أي زيادة عليها. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. قول الملائكة لله تبارك وتعالى إن عبدك يريد أن كذا قالوا هذا فيه دليل على أن الله عز وجل يطلع الملائكة على ما في قلوب العباد على ما في خواطرهم وما يريدونه فهم لا يطلعون عليه إلا بإطلاع الله عز وجل إياه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد بن أبي عثمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا حديث يعني نص عليه عنه حديث قدسي، قال فيما يرويه عن ربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صيغة الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الله عز وجل أو فيما يرويه عن ربه، فهذا اللفظ كأنه حديث قدسي. من والفرق بين الحديث القدسي والقرآن، لأن الحديث القدسي والقرآن هو كلام الله، لكن كلام الله في القرآن هو بلفظه ومعناه، لكن الحديث القدسي بمعناه دون لفظه، اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا الضعف حسنة، يعني يضاعفها الله عز وجل. الضعف هو مثل الشيء، ضعف الشيء مثله، وينبغي وأن يذكر معه العدد. فعندما تقول ضعف الخمسة معناها 10، ومن قال فلان له عندي ضعف الدرهم معناها مطالب بأن يعطيه درهمين. فالضعف لما يذكر معه العدد يراد به مثل ذلك العدد المذكور، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها، نص هنا على عدد التضعيف كم هو، إلى 700. وهذا يدل على أن التضعيف الوارد ليس هو خاصا بالإنفاق في سبيل الله، بل كل الحسنات يمكن أن تضاعف إلى هذه إلى هذا العدد العظيم اللي هو إلى 700 إلى ما شاء الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم والتوسع الكبير في الخيرات وفي البركات وفي الرحمات، وأن الإنسان يعطى بالحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وإذا هم بالحسنة حتى ولو لم يعملها تكتب له حسنة، وفي جانب السيئة أنه لا تكتب له السيئة إذا فعلها إلا سيئة واحدة، وإذا هم بها ولم يفعلها لا تكتب له على الإطلاق. بعد هذا الخير وهذا الكرم العظيم الذي تفضل الله عز وجل، من رجحت سيئاته على حسناته هذا هالك، يعني ضيع نفسه الخير، ضيع نفسه الأمر، ضيع نفسه الفرصة. الله عز وجل فتح أبواب الخير على مصراعيها وهو أعرض عنها، فهو يعني أهلك نفسه وليس له عذر بعد ذلك. لا يهلك بعد هذا عند الله إلا هالك، لأنه منصرف وظالم وضال ولا يريد، لأنه لو أخذ بأي شيء من أسباب الخير لا كثرت حسناته ولا نجاة، لأن الحسنات لها فرص كثيرة والسيئات فرصها ضعيفة. فإذا الإنسان كثرت سيئاته حتى مع هذا التوسع في الفضل وكذا، يبقى هو يعني أذنب، وهو الذي يعني جنى على نفسه. باب جديد يا شيخ، تحسن الباب. إيه نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.